أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في الصفحة 70 من كتاب باركور فرونسي بروميير أني كوليجيال أورال شفوي. دير إي ريسيتيي أن بويم، أننا نقرأ ونرمم واحد القصيدة. جوبسيرف إي جو كومبخون، ألاحظ وأفهم. جولي سيلونسيوزمون لو بويم سويفون، أقرأ قراءة صامتة هذه القصيدة. لو تون دي كونت، وقت الحكايات. سيلي تي أون فوا، إلا وقع في شي مرة، يعني إلا وقع شي في شي مرة. نو بارتيريون على لافونتور، أننا مشينا في مغامرة. موا جو سوري روبين دي بوا، أنا سأكون روبين هود. هذا هو روبين دي بوا، هو ذاك اللص اللي كيدير الخير، اللي كيسرق من الأغنياء وكيعطي للفقراء. إذا فهي شخصية مشهورة. Nous partirions à l'aventure. Moi, je serai Robin des Bois et toi, tu mettrais ton armure. Hunta, ça s'interdit d'Irak. Hunta, ça s'interdit d'Irak. Nous irions sur nos allaisances. Kuna Ranchiu ila Kastanaina, nos allaisances. كنا غنمشيو الى كستنائنا. انيمو دو بيل بريستانس، حيوانات ذات حضور جميل. دو بيل بريستانس. نو سوريون ارمي جيسكو دون، سنكون مسلحين حتى لسناننا. باركورون دي فوري ايمونس، وسنمر عبر غابات شاسعة. فوري ايمونس. سي لي تي اونكور اون فوا، إذا كانت مرة أخرى. غنمشيو فيغ لي شاتو دي كونت بلو، إذا كان مرة أخرى غنمشيو نحو القصور أو القلاع ديال الحكايات الزرقاء دي كونت بلو. جو سوغي لو بو فيس دو روا، سأكون نسيب الملك. لو بو فيس دو روا هو نسيب الملك، يعني غادي يتزوج بالأميرة. غادي نتزوج بالأميرة. اي توا تي كراشوري لو فو، وانت ستطلق النار، يعني غادي تولي بحال التنين، ستطلق النار بفمك. نو زيريون تروفي بلانش نيج، سنبحث على بياض الثلج. بلانش نيج هي بياض الثلج. دورمون دون سون سيركوي دو فيغ، نائمة في نعشها الزجاجي. سيركوي دو فيغ، نعشيها الزجاجي. نو بوريون كروازي لو كورتيج، ممكن ان نقابل الموكب العسكري. ده هو هذا هو الكورتيج، الموكب العسكري اسمه كورتيج. نو بوريون كروازي لو كورتيج دو مالبروغ ريفونون دو غير، يعني ممكن ان نقابل الموكب العسكري، موكب مالبرو عائد من الحرب. إذا مالبرو هو قائد عسكري تاريخي مشهور. دو مالبرو ريفونون دو غير، يعني ممكن أن نقابل الموكب العسكري، موكب مالبرو العائد من الحرب. سي لي تي أونكور أون فوا، إذا كان مرة أخرى. أو بالكون دو مسيو بيرو، إذا كان مرة أخرى في شرفة السيد بيرو. Nous irions voir ma mère Loy. سنذهب لرؤية الأم لوي. Qui me prendrait pour un héros. التي سوف تعتبرني بطلا. التي سوف تعتبرني بطلا. Et je dirai à ces gens-là. وسأقول لهؤلاء الناس. سأقول لهؤلاء الناس. Moi qui suis allé dans la lune. انا الذي ذهبت الى القمر. moi qui vois ce qu'on ne voit pas. انا الذي ارى ما لا يراه الاخرون. quand la télé le soir s'allume. عندما التلفازة كتشعل في الليل. عندما التلفازة كتشعل بالليل. quand la télé le soir s'allume. je vous le dis vos faits. وبت، انا اقوله لكم. جنيات ديالكم، الحيوانات ديالكم. فوفي جنيات ديالكم. وبت الحيوانات ديالكم. فون انكور ريفي مي كوبان.
ما زالت تجعل أصدقائي يحلمون. ما زالت تجعل أصدقائي يحلمون. Et mon grand-père, le poète, وجدي الشاعر. Quand nous marchons main dans la main. وجدي الشاعر عندما نسير يدا في يد. إذا اللي كتب القصيدة هو جورج جون ليمو دابيجو. إذا جورج جون كلمات أبيجو ليمو دابيجو. دابا نمرو الأسئلة. Première question, je relève des expressions qui rappellent des contes. إذا استخرج العبارات التي تذكرنا بالحكايات. إذا كان مجموعة من العبارات عندنا إلي تي أون فوا كان يا ما كان في قديم الزمان. أغميوغ أغميوغ هو داك الدرع. أليزون أليزون هو الخيل اللي عنده داك اللون القهوي اللي شفنا في الصورة. شاطو شاطو هما القصور ولا القلاع. فوري إيمونس غابات شاسعة. غوا الملك. بلانش ناج بياض الثلج. ايرو البطل. في الجنية. دوزيام كيسيون جو غوليف لو نوم دي في كي اي بيرسوناج برانسيبال دان كونت سيليبر. غتجبد السمية ديال شي بنت اللي هي شخصية رئيسية في شي حكاية مشهورة. إذا نستخرجو هاد الشخصية اللي هي بلانش ديج اللي مذكورة في النص. غنزيدو عليها كذلك أليس. أليس في بلاد العجائب. ثم بلانش نيج اللي قلنا بياض الثلج. ثم سوندريون اللي شفنا الحكايه ديالها. سوندريون. جو ريليف ان نون او بيان لو نون دان اوتور كي ا ايكري دي كونت. نستخرج اسم ديال كاتب تيكتب الحكايات. اذا عندنا شارل بيرو غريم او كريستيان اندرسون لو مشهورين كيكتبوا حكايات. جو بريسيز لانيمال كي ديزيني بار لو فير. Et toi, tu cracherais le feu. شنو هو الحيوان الذي يشار إليه في هذا البيت؟ أنت ترمي العافية من فمك. Et toi, tu cracherais le feu. يعني أنت ترمي العافية من فمك. فالحيوان المقصود هو لو دراغون اللي هو التنين. وهكذا نكون سالينا صفحة 70. إلى اللقاء.